مع بدء العد التنازلي للانتخابات يتجلى الصراع بين الفرقاء السياسيين للحصول على مكاسب سياسيه ليحظوا بقبه البرلمان في معترك نعته السياسيين بانه غير حقيقي لعدم وجود مشروع وطني يصب بمصلحه الوطن حقيقة التحالفات الانتخابية الموجودة على الساحة الانتخابية في محافظة كركوك يعني تكاد تكون اغلبها متشابهة مقسومة على شقين الشق الحزبي الاول اللي تمثلها الكيانات السياسية والشق الثاني يدعون بانهم مستقلين لكن هؤلاء الاشخاص الذين هم يعني قد يوجد بعض الشخصيات نازلة بانهم هم يعني هم من مستقلين على قد يحسبون على قوائم اخرى لكن نلاحظ بان هناك وجود انقسامات داخل المكون نفسه انشقاقات في صفوف الأحزاب والكتل السياسية فمنها بدعم حزبي وآخر مستقل مع وجود انقسامات في الكتلة الواحدة الأمر الذي يؤدي إلى تشتت أصوات الناخبين في الدائرة الواحدة وتؤثر على الكتلة السياسية الواحدة ليس هناك مشروع حقيقي وبرنامج حقيقي لهذه الكتل ولهذه القوى السياسية لو كان هناك مشروع حقيقي وبرنامج حقيقي لما يحصل هذا الانشقاقات الكل تريد أن ترشح والكل تريد أن تكون قيادة والكل تريد أن تكون في هذا المجلس ولهذا تحصل الانشقاقات لا يوجد المصلحة العامة في برنامجهم أكو مصالح خاصة ضيقة هي التي تفرض هذا الموضوع الانشقاقات ليست خفيه وانما علنيه في كل الاطراف يستحوذ الصراع الانتخابي على الوضع العام للانتخابات فما بين التكتلات السياسيه من عدمها تبرز الانشقاقات داخل المكون الواحد فضلا عن وجود التسقيط الانتخابي للتغيير سعدون السلطان كركوك